عامل بيتك حلو قوي. يلا بينا. ومن ساعتها الامور أقرأ التي الأول. كانت، خليكم بقى معايا عشان خاطر اقرا وتقراوا بقراءه سليمه معايا. ومن الامور التي كانت تشدني ايضا وتلفت انتباهي في مجال الفضاء معرفه اهلنا للعديد من الامور التي لها علاقه بحركه النجوم واسرارها. وكنت افكر اتساءل في نفسي، كيف لهم ان يعرفوا ذلك وهم لم يصعدوا الى الفضاء او يدرسوا ذلك؟ انها فطره اهلي، اهل الامارات، عندما كانوا يتحدثون عن نجم سهيل وتحركاته، وفي اي وقت كان يظهر واي وقت يختفي، ويحللون بهذه الطريقة الذكية. وقد زاد هذا الأمر شغفي وتعلقي في البحث والاستكشاف. يلا يا سما. ومن الأمور التي كنت تش... الذي كانت تشدني أيضا وت... احنا اخدين قبل كده، يعني ايه تشدني؟ يعني ايه تشدني؟ تشدني يعني تشدني 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 أنا عرفتها، يجزيني. نعم. ما يج تشدني. تشدني أنا بحبها السنة بس ماسكة مش من هنا تجذبني، تشدني يعني تجذبني. بص انت في نقطة ثانية بس أكمل يعني كمان. تشدني أيضا وتلفت انتباهي لفت في وتلف وتلفت. وتلفت انتباهي في جمال في الفضاء مجال الفضاء في مجال الفضاء معرفة أهلنا معرفة أهلنا للعديد من الأمور التي لها علاقة بحركتي ونجومي وأسرارها. وكنت أفكر وأتساءل. وأتساءل في نفسي، كيف لهم أن يعرفوا ذلك وهم لم يصعدوا إلى الفضاء أو يدرسوا ذلك؟ إنها فطرة أهلي، إنه فطرة أهلي، أهل الإمارات، عندما كانوا يتحدثون عن جنم سهيل جنم ايه؟ نجم سهيل. عن جنب سهيل وتحركاته، وفي أي وقت كان يظهر أي وقت يختفي، ويو
ويحللون بهذا الطريق بهذه الذكي ويحللون بهذا الطريق الذكي بهذه بهذه الطريق الطريقة الذكية. لقد زاد هذه الأمر يعني هي هذه تبقى هذا وهذا تبقى هذه. لقد زاد هذا لقد زاد هذا الأمر شغفي وتعلقي في الحبس والاستكشاف في البحث والاستكشاف. يلا يا حلا. ومن الأمور التي كنت كانت تشدني كانت تشدني أيضا وتلفت انتباهي انتباهي في مجال الفضائي. معرفة أهلنا للعديد من الأمور التي لها علاقة بحركة النجوم وأسرارها. وكنت أفكر أفكر وأتساءل في نفسي، كيف لهم أن يعرفوا ذلك وهم لم يصعدوا إلى الصف الفضائي أو يدرسوا ذلك. إنها فترة فطرة. أهلي. يعني ايه فطرة يا بنات؟ يعني طبيعة. فطرة يعني ايه؟ طبيعة. طبيعة. طبيعة أهلي أهل الإمارات. ها أهل الإمارات. عندما كانوا كانوا يتحدثون عن نجم سهيل سهيل. وتحركاته وفي أي وقت كان يظهر وأي وقت يختفي ويحللون بهذا الطريقة الذكية. لقد زاد هذا الأمر شغفي وتعلقي في البحث والاستكشاف. والاستكشاف. تمام يا بنات. أتابع أخبار الفضاء وعلومه وأقرأ الكثير من التفاصيل عن رواد الفضاء الذين زاروه.
وبالأخص عن يوري جاجارين، أول رائد فضاء في العالم. اسمه إيه يا بنات؟ بكلم نفسي صح؟ اسمه لا إيه؟ لا يوري جاجارين. اسمه إيه؟ يوري جاجارين. أول رائد فضاء في العالم، وكيف كانت رحلته؟ وماذا كان يرى في ذلك الفضاء الواسع؟ وجاء بعدها الحدث الأبرز في منطقتنا العربية، حيث زار الفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في الثمانينات من القرن الماضي. فمن هنا كانت بداية جديدة لتأمل النجوم عندما شاهدته في بدلة الفضاء في كتابي في الصف الرابع، وكنت أتمنى أن أصل إلى ما وصل إليه. لقد كان ذلك الحدث بمثابة الإشارة الإيجابية والطموح في الاستمرار نحو تحقيق حلمي. يلا يا بنات، يلا يا سما. كنت أتابع أخبار الفضاء وعلومه وأقرأ كثيرا من التفاصيل عن رواد الفضاء الذين زاروه وبالأخص عن يوري غاغازي غاغارين. أول رائد فضاء في العالم، وكيف كانت رحلته، وماذا كان يرى في ذلك الفضاء الواسع. وجاء بعدها الحديث الأبرز في الحدث، مش الحديث، الحدث. الحدث في الأبرز في منطقتنا العربية، حين زار الفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في الثمانينيات من القرن الماضي. فمن هنا كانت بداية جديدة لتأمل النجوم. لتأمل النجوم. عندما شاهدته في بدلة شاهدته الفضاء، في بدلة الفضاء. شاهدته في بدلة الفضاء في كتابي في الصف الرابع، وكنت أتمنى أن أصل إلى ما وصل إليه. لقد كان ذلك الحديث الحدث بمثابه الحدث الحدث بمثابه بمثابة الإشارة الإيجابية الإشارة الإيجابية والطموح في الاستمرار نحو ونحو الحقيقي حقيقي حلمي حلمي. حقيقي حلمي. يلا يلا يا حل. كنت أتابع
أخبار الفضاء وعلومه وأقرأه الكثير من التفاصيل عن رواد الفضاء الذين باروه. داروه وبالأخص عن يوري يوري غاغارين ماشي أو أول الأرض فضاء الف في العالم وكيف كانت رحلته وماذا كان يرى في ذلك الفضاء الواسع. الواسع. وجاء بعدها الحدث الأبرز في منطقتنا العريبة العربية العربية حين دار الفضاء الفضاء الأمير الأمير سلطان بينو سلطان سلمان بن عبد العزيز عبد العزيز الثمانينات الثمانينات من القرن الماضي فمن هنا كانت بداية جديدة لتأمل النجوم عندما شاهدته في بدلة الفضاء بدلة الفضاء في كتابي في الصف الرابع وكنت أتمنى أن أصل إلى ما وصل إليه لقد كان ذلك الحديث الحدث بمثابة الإشارات الإيجابية الإيجابية والطموح في الاستمرار الاستمرار نحو تحقيق بيقول. حلمي. يبقى هو هنا كان بيتابع الاخبار وفرحان جدا باخبار الفضاء لانه كان دايما بيتابع اخبار رواد الفضاء، واشهر رائد فضاء اللي هو يوري جاجارين، واول فضاء في العالم،
وكمان زاد ارتباطه بالحدث الأهم في المنطقة العربية لما زار الفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وكان ده فرصة إنه يتأمل النجوم وشاهده في بدلة الفضاء في كتابه في الصف الرابع، فكل ده بيخليه عاوز يوصل لما وصل إليه هذا الأمير ويصل إلى الفضاء. تمام يا حبايبي؟ اوكي مس اظن مس نهى بعتت حاجة في آه بعت الجروب. يلا اللينك عشان تدخلوا معاها. باي. باي باي، love you. See you. Bye حبايبي.